صار لك كم ما شفتها؟ بابا يمكن اربع شهور اشوفها بالشهر يوم او يومين انا بالديره. اعطيني بوسه بوب، بوسه بوب، بوسه حبيبي. شو تقول لها؟ شو تقول لها كلمه؟ اقول لها هذا الانجاز باذن الله باسل تكبرين وتشوفين ابوك شنو قدم حق ديرته. يعطيك العافيه العبود، انت لك معزه خاصه بالقلب والقبس غير. وناسه شعور؟ مو بس وناسه، الامانه نسيت شعور الاصابه والله العظيم. من شفت الكويتين والاهالي جايين والله الامانه نسيت. انت بطل وباذن الله ان شاء الله من اعلى لاعلى. شوف حاط صورتك. ايه شوف كاميرات شو بتبين. واو شعور وناسه وشعور فخر. شو تقول لهم؟ شو تقول لاهلك؟ والله اشكر الكاهي امي. هذا بطل ومقاتل، يعني انا لو اقول لك ايش كثر هو ملتزم. شو تقولي لك؟ هذه الغالي. يقول له الله يعطي الصحه والعافيه وان شاء الله كاس العالم ان شاء الله يبيضونها حبيبي. بعد فضل الله سبحانه وتعالى هي الدعم الاول، هي والوالد يعني واليد، يعني هم سندي ويعني هم داعمي الاول. الله يسلمك. تهنا لكاس العالم يعني بفضل الله وثم فضل اللاعبين، فضل الجهاز الفني والاداري، يعني ما كانت مرحلة سهلة والله الأمانة. هذا أول مرة أن نسوي إنجاز من بعد 19 سنة تقريبا أو 16 سنة. فيهم البركة ويستاهلون وأنتم ما قصرتوا. هذا بطل من أبطال الكويت. هذا إخواني، أنا ما لا تقولي ما قصرت، هذا غصب حبيبي. أنت ما قصرت، هذا غصب علي. أنا 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 بالنهاية إخواني هذيل. هذا إنجاز يفتخرون فيه قدام أهلهم وقدام الشعب الكويتي، هذا تعبهم الحمد لله، الله ما ضيع تعبهم، ترجموا إلى تأهل إلى كأس العالم. هذه يمكن رسالة حق إخواني اللاعبين، من اليوم نعد حق كأس العالم في شهر واحد القادم، وبإذن الله إن شاء الله نكون خير ممثلين دولة الكويت في هذه البطولة. أنت أساس وجزء من هذا الشيء. عدواني صار فيجي ما أقدر أهده والله، يعني الكلمات خلصت كل شيء خلص. أول شيء نهدي الفوز هذا حق سيدي حضرة صاحب السمو سمو رئيس مجلس الوزراء، وكلمة واحدة شكرا للجميع، شكرا لكل من ساندنا، شكرا لجميع انتقدنا انتقاء بناد. أول شيء بالبداية أنا بداية البطولة كنت حزين جدا أن تعورت في ثاني جولة من البطولة، وكان يعني موضوع جدا صعب علي أني أتقبله، تمزق بالعضلة وخلاص خارج البطولة وآسيا واستعداد وسنة كاملة قاعد نستعد لها آخر شيء أطلع من البطولة. بعدين لما شفت الفريق وشفت الروح وشفت اللاعبين شلون ذباحة ويبون يتأهلون كأس العالم، بالعكس أنا جدا سعيد أني تأهلت كأس العالم. أنا حتى لو ألعب البطولة وما تأهلنا كأس عالم ولاعب مستوى زين ما راح يكون راضي عن نفسه. أول شيء شكرا لك عبد الله، أنت ما شاء الله تبارك الرحمن فال طيب على منتخبنا، وأشكر شكر خاص بصراحة قناة القبس. أنا أقول هذه القناة اللي نفتخر فيها إحنا ككويتيين، لأن هي صراحة دائما متابعة لكل الأحداث وخاصة لكرة اليد. كانت ويانا فال خير علينا في الصين، حصلنا الميدالية البرونزية، والحمد لله كنت فال خير علينا في البحرين بعد 15 سنة تأهلنا لكأس العالم. أهدي هذا الفوز إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد الصباح، ووزيرنا الشاب وزير الشباب داود معرفي، اللي صراحة احنا كل بونا متفائلين معه كرياضيين بصراحة. وعدنا حتى في صالة سعد العبدالله أن نحل الأزمة مال سعد العبدالله. أول شيء أقول شكرا لكم، شكرا لرئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد. احنا أول شيء لازم نشكر الأبطال على يعني هذا الإنجاز، فرحوا الشعب الكويتي يعني فرحة لا توصف. شفنا الكويت كلها فرحت بهذا الإنجاز بفترة قليلة بعد تحقيقهم المركز الثالث في دورة ألعاب الأسيوية. الواضح أن هذا الاتحاد اتحاد منظم يعمل باحترافية، حقق ثلاث إنجازات خلال ثلاث أربع سنوات، منها تأهل أحد الفرق المراحل الصينية لكأس العالم، واليوم منتخب الرجال إلى كأس العالم، وثالث الأسياد ورابع آسيا. فإحنا اليوم محتاجين كدولة الكويت نهتم بالرياضة وتكون ضمن أولوية خطة العمل الحكومية، والتركيز على الرياضات الكويت تنجز فيها، ومنها اتحاد الكويتي لكرة اليد. مبروك للاعبين، الجهاز الإداري والفني، مبروك لكم أنتم، مبروك لنا جميعا إن شاء الله. ونتمنى طبعا الآن عندنا تكون خطة لإعداد أبطالنا لأولمبيات باريس اللي تم تأهلهم، لأن هذه هي الخطوة القادمة يا رب بإذن الله. أنا متى أنضم وياكم؟ لأن أنا لاعب. أنت قولي لي وين لاعب، أي نادي؟ أي نادي؟ قبس. شنو لعبتي؟ شنو لعبتي؟ الإعلام. شكرا.